حبيبي شكرا جزيلا. هذا هو لاعب واعد بإذن الله، إن شاء الله يكون له نصيب كبير جدا جدا جدا. حوار آخر ولكن بعد الفاصل. نشكر ربنا طبعا ونشكر كل المجهود بتاع اللعيبه والجهاز والجمهور ومجلس الاداره وسياده المحافظ، نشكر كل الناس اللي واقفه معانا خلال الفتره اللي فاتت، وكل الشكر طبعا للعيبه طبعا والجهاز عاملين مجهود كويس. اولا بقول للعيبه مبروك، لان احنا نستاهل الشوط الثاني وبعض الشوط الاولاني ربع ساعه 10 دقايق بس، لكن مش الماتش كله. بنلعب بفرق كويسه قوي، عندها لعيبه كويسه، اهدى اعصابا مننا، احنا عايزين نكسب، هم عندهم حلين يكسبوا يا اما يتعادلوا. مجرد زي ما حضرتك اللعبه قالت، احنا ضيعنا ضرب جزاء وبعدين حد اتطرد من عندهم، بعدين هم جابوا جون فخرجنا الشوط الاولاني. في مشكله على بعض المدربين اللي بيبقوا عندهم مشكله في نادي ثاني وحد يمشي يقول لك فلان ده جاي. اولا انا كنت اتمنى ان اداره الترسانه تستنى على الكابتن علاء شويه، لان ده اول ماتش، يعني ممكن يخسر اول ماتش ويصعد، ما تعرفش ربنا كاتب لك ايه. الحاجة الثانية، الاستعجال ما يخلينيش انا اركب بلغتنا، والكابتن مدحت فاهم الموضوع ده ويعرف قصدي ايه، ان انا اركب على واحد انا كسبان، طب انا همشي من هنا ليه؟ وبعدين ما فيش حد يكلمني، انت عارف لو في مشاكل عندي في السويس امشي. لكن حتى هذه اللحظة الامور ماشية كويس، كل المستحقات وكل الملابس وكل الحاجات دي متوفرة الحمد لله. يعني انا مش عايز، انا مش من النوع اللي بحب اشكر كل، او بشكر ربنا الاول، سيادة المحافظ، الناس اللي في الامن هنا مفرنا كل حاجه والملعب موجود، الكابتن ميدو بيجتهد بقدر الامكان عشان يوفر الامكانيات للعيبه، الجمهور ده اللي نفسي اسعده، لان جمهور السويس ده احنا بنعشقه كزملكاويه حتى من زمان. موضوع الطرد ده موضوع يعني اثر علينا كبير جدا، وطبعا في تهور جدا من اللاعب انه يطرد في ماتش زي ده، ولكن احنا ربنا كرمنا بعد الطرد وجبنا جون والفرقه كانت ماشيه كويس، وبين الشوطين يعني قلنا للعيبه ازاي هنشتغل الشوط الثاني، ولكن هم فقدوا تركيزهم في 5 دقائق دخل فينا جونين. فهي دي كانت المشكله اللي احنا قابلناها الشوط الثاني، ان هم فقدوا بس التركيز. مساء الأنوار.